نجيب أساني لعمدة الدائرة العاشرة عرض أمام وسائل الإعلام فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات ضلت طريق العودة إلى منزلها منذ مدة 4 أشهر والبحث جاري عن أقاربها. حليمة السعدية يعقوب. خرجت فتاة صغيرة البالغة من العمر 7 سنوات من بيت أهلها وأضلت الطريق واختفت غرابة 4 أشهر بعيدة عن أهلها وأقاربها. ولما خرجت البنت هي غير قادرة على النطق والتحدث مع سلطات البلدية وأقام بالرعاية والمحافظة عليها المندوب الإداري بالدائرة العاشرة لبلدية جمينة حتى يتم تسليمها إلى أهلها وزويها. وطيلة هذه الفترة لم يظهر أحد أو شخص يدعى بصلة مع الفتاة الصغيرة منى. ومن ناحية أخرى فقد عبر النائب الثاني لعمدة الدائرة العاشرة بأن على الآباء وأولياء الأمور عليهم بداء الرقبة والعناية بأطفالهم والمحافظة عليهم. الجدير بالإشارة أن تربية الأطفال والرعاية بهم واجب للآباء والأمهات على حد سواء وأن عليهم إبلاغ السلطات الإدارية والأمنية متى ما لاحظوا غياب الطفل مدة أو فترة. كما سلم رئيس جمعية الثقافة التشادية بعض من أولاد الشوارع إلى أقاربهم بعد معاناة وضياع في الطرقات. عباس أبكر. ظاهرة أطفال الشوارع هي ظاهرة اجتماعية آخذة في التوسع بشكل مستمر على مستوى العالم ككل، وتعتبر هذه القضية ذات أبعاد ثقافية وتربوية واقتصادية. وهؤلاء الأطفال الذين حرموا من التعليم والصحة يفترشون الأرض ويتغطون بالسماء. وللحد من انتشار هذه الظاهرة بادر رئيس الجمعية الثقافية تشادو إستار متر أليفا بجمع الأطفال المتشردين عبر تحريك حوية الرقص فيهم ودمجهم في المجتمع. وبعد تقديم التوصيات فقد ترك البعض إدمان الكحول والمخدرات وأرادوا الرجوع إلى أهاليهم وذويهم. لذا فقد قام رئيس الجمعية متر أليفا بتسليم 3 أولاد إلى أوليائهم في مدينة جلندين. ومن هذا المنطلق فقد عبر بعض الأسر عن فرحتهم اللامحدود بعودة أبنائهم. ديل كل بيوت المشا بفتش كي انتم 3 يوم مالقية أسأو كما تلف سقول وأديل كي انتم جبت ده. شكرا لكم شكرا لكم كثير هسه ده ياهو يا ناو قايد ما خلاني كامل. وفي مدينة بنغور حيث كان نفس الغرض قام رئيس الجمعية الثقافية متر أليفا بإيصال الولد إلى أهاليه. ومن ثم توجه الرئيس متر أليفا إلى مدينة كيلو بتسليم آخر طفل إلى آبائه. أنا جدا شفت أيانا داكوة كل أبناء كل جاي أنا شفت كده اللي فرقان له وأنا راندور ناقود نيجري ناقود بيانا لما قلت أنا إذا ماشي ده نسل سنة تنين أنا كل ماشي جاملة ذاك المودة كهرباء ووجارة ده بس أنا قبل بويدني ترى اليوم ده وجد ده أنا سو مرسي أنتو أنا سو مرسي أنتو على أنا كله. وبعد تسليمه أوصى أليفا الاهتمام بالطفل وعدم التفريط في حقه. رئيس الجمعية من ناحيته قال بأن جمعيته تسعى جادة لإنقاذ حياة الأطفال المتشردين. دي مكان سودا كده مش لنني النادو أكون معايا جا جنس جنس وداكو جنس ذا أنا لوم قاعدين دا أنا أرتيزو كلي فاكو كلا أنا أرتيزو كنا قلنا كونتربيلي شانزما دو أنا شينا نية لني أدلو بالارنا كلو لكن يلا دو لوك من شهري كنا جاي وجاي دا يجي أوان يجي مراسنا. ونذكر بأن الأطفال الذين خرجوا إلى الشوارع يسمونهم بأطفال المتشردين رغم أن الشارع لم يلد ولداً.